Good morning, grade 6. The second chapter in science for this year is From a Cell to an Organism. We will start now by activity 1, which talks about the cell. First of all, the objectives of our lesson is to identify the principal parts of a plant cell and an animal cell. Also, you have to recognize the shape of some human cells like the muscle cell, nerve cell, red and white blood cells, and the bone cells. First, please open your box on page 23. Here we have two types of cells. شفناهم بالبريفيوس chapter, the plant cell والanimal cell. بالشابتر اللي قبل أخذنا example على plant cell اللي هن الonion cell والmouse cell. هو أخذناهم examples وشفنا أشكالهم بالشابتر اللي قبل. بينما على الanimal cell شفنا example اللي هن الباراميسيوم والشيك cells. Okay. عنا هون بالفيجر 1 وبالفيجر 2 on page 23 on your science book عنا شكل البلانت سيل وشكل الانيمال سيل. اوكي، عنا البلانت سيل والانيمال سيل عندهم ثلاث اشياء مشتركين اللي هن النيوكليوس، سيتوبلازميك ميمبرين والسيتوبلازم. اوكي، طيب كل element عنده رول محدد، يعني النيوكليوس it controls the life and activities of the cell، يعني هي اللي بتتحكم بحياته بالactivities تعول السل. بينما cytoplasmic membrane it regulates the cellular exchange of material، يعني cytoplasmic membrane هي مسؤولة عن عملية التبادل، هي اللي بتنظم عملية التبادل للcells of the material. منروح للسيتوبلازم. سيتوبلازم is the cell body، هو كأنه هو الجسم تعول السيل، where the main cell life processes takes place، يعني مطرح ما السيل بتبلش بالبروسس اللي بتعملها. اوكي، بينما عندنا البلانت سيل عندها two elements زيادة عن الانيمال سيل اللي هن السيل وول والكلوروبلاست. الكلوروبلاست هن كلنا سامعين فيهم، هن مسؤولين عن عملية الفوتوسينثيسيس بالبلانت. شو هي الفوتوسينثيسيس؟ هي لما البلانت بتاخد كربون ديوكسيد وبتطلع أكسجين، الكلوروبلاست هن المسؤولين عن الفوتوسينثيسيس. وكلنا بنعرف إن الفوتوسينثيسيس بس البلانتس هن اللي بيعملوهم، كرمال هيك الكلوروبلاست موجودة بالبلانت سيل ومنها موجودة بالأنيمال سيل. كمان في شيء زيادة بالplant cell عن الanimal cell هو cell wall. cell wall it protects the plant cell، هو اللي بيحمي plant cell، يعني هو مثل الجدار، هو مثل المحيط اللي بيحمي plant cell. عنا هون plant cell والanimal cell كتير مهمين، لازم نعرف نرسمهم ولازم نحفظ elements لكل واحدة مع الرول. هن سهلين لأن في ثلاثة elements مشتركين، بيبقى عنا نحفظ لزيادة عن plant cell. Now please let's go to the page 24 on your book. Here we have some cells. كلنا بنعرف إنه cells vary and differ in size، يعني الخلايا بيختلفوا عن بعض بالسايز وبالشيء بالحجم وبالشكل. كيف بيختلفوا؟ هذا الاختلاف بيعتمد على الوظيفة اللي هن مسؤولين عنها. هون عنا on page 24 من figure 3 للفيجر 8 عنا ست أنواع من cells. figure 3 we have the onion cells، شفناهم بالشابتر اللي قبل. figure 4 عنا الموس سيلز كمان شفناه هون، وبالفيجر 5 عنا الجرين ليف سيلز. كلنا يعني الاونيون والموس والجرين ليف هن يعتبروا بلان سيلز. اوكي، بنروح لفيجر 6 عنا الباراميسيا كمان شفناها بالشابتر اللي قبل. عنا بال7 شيك سيلز كمان شفناها، وبال8 عنا البلاد سيلز يعني الخلايا تعول الدم. اوكي، هون بس مطلوب منا نتامل هودي الصور من فيجر 3 لفيجر 8، ولازم نعرف انه السيلز بيختلفوا عن بعض بالشكل وبالحجم، وهذا الاختلاف بيعتمد على وظيفة السيلز، يعني شو وظيفتهم بجسم الانسان او بالبلانت. هذا الشيء هو اللي بيحدد الاختلاف بالشكل وبالحجم. هلا بليز خلينا نروح on page 25. هون عنا figure 11 12 13 14 عنا هون اربع انواع من السيلز هن موجودين بجسم الانسان. اوكي، اول شيء عنا المسل
سيل. عم يفرجونا بفيجر 11 كيف بيكون شكل المسل سيل، شو عنده، عنده المسكولر فايبرز وعنده النيوكلي، عنده يعني اكثر من النيوكليس. اوكي بفيجر 12 عندنا النيرف سيل تعول الاعصاب، كمان مفرجينا عنده البرانشز اللي هن الفروع مثل الجذور، وعنده السيتوبلازميك ميمبرين. منروح لفيجر 13 اكروس سكشن اوف ا بون، هون عندنا من العظم عم بفرجونا سل من العظم كيف بيكون شكلها، ومسميين البون سيل واضح بالسهم، حاطين الروع عليها وين هي البون سيل، وهونيك عندنا البون ماتيريال. منروح لفيجر 14 عندنا البلاد سيلز اللي هن الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز، كلنا بنعرف جسم الانسان بقلبه كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء، هني هون الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز. اوكي كمان هون مطلوب منا نتامل هول اربع صور، وقد ما فينا نجرب نركز الصوره لكل سيل بعقلنا. Now let's go. بعدنا on page 25 عنا ب I observe and deduce عنا ثلاث أسئلة بدنا نحلهم مع بعض، مطلوب منكم الأجوبة تنقلوهم على دفتر الصف. The first question: Do all plants have the same shape? Justify your answer. يعني مثلا لما شفنا الأونيون سيل والموس سيل والجرين ليف سيل، هل كان عندهم the same shape؟ فينا نرجع لصفحة 24 ونلاحظ الصور، هل كان عندهم هود السيلز the same shape؟ No، ما كان عندهم the same shape. ليه؟ الأونيون سيل اختلفت بالشكل عن الموس سيل، وكذلك الأمر الموس سيل اختلفت بالشكل عن الجرين ليف سيلز. The second question: What do a nerve cell and a bone cell look like? من نرجع بنفس الصفحة on page 25 عندنا رسمة النيرف سيل وعندنا رسمة البون سيل. نيرف سيل شو كانت بتشبه؟ فيكن طلعوا على الكتاب بصفحة 25 بفيجر 12 عنا النيرف سيل شكلها مثل شو؟ والبون سيل شكلها مثل شو؟ إذا نلاحظهم للنيرف سيل للبون سيل، النيرف سيل عندها شكل ستار، it is a star shaped cell على شكل نجمة، بينما البون سيل هو محدد لي بفيجر 13 وين هي البون سيل، يعني واضحة كتير انه it looks like an eye، بتشبه العين، it has an eye shaped، it is an eye shaped cell. اوكي question 3: How do muscle cells differ from the other cells؟ يعني كيف المسل سيل بتختلف عن باقي السيلز. كمان نحن عنا بفيجر 11 on page 25 صورة المسل سيل، بشو اختلفت عن باقي السيلز. اول شيء نحن لما درسنا ان عندها المسكولر فايبرز وعندها ماني نيوكليوس، عندها اكثر من نيوكليوس، هول اللي شفناهم بالصوره، بينما باقي السيلز شفنا انه عندهم only one nucleus. المسل سيلز ار elongated سيلز، يعني اذا بنلاحظ الصوره كانها ممغوطة مطاولة بالطول المسل سيل، وإت هاز مور ذان وان نيوكليوس، كمان هيدا الشيء كان واضح بالصورة إنه عندها أكثر من نيوكليوس. هول ثلاث أسئلة مطلوب منكم تنقلوا الأجوبة اللي إلن على دفتر صف. جود لك. وهلا آخر شيء عنا بـ I am fair كمان on page 25، هيدا الشيء مطلوب منكم تحفظوه. هودي النقطتين بس عم يحكوا بشو البلانت سيل والانيمال سيل كانوا عندهم elements مشتركين، هني قلنا cytoplasmic membrane cytoplasm والنيوكليوس، وشفناهم هيدول بالرسمات بفيجر 1 و 2. وتاني شي عم بيقلي انه البلانت سيل بشو بتختلف عن الانيمال سيل، انه عندها زيادة cell wall وعندها زيادة الكلوروبلاست. بليز مطلوب منكم رسمة البلانت سيل والانيمال سيل بدنا نرسمهم على دفتر الصف ونحفظهم كتير منيح بالرسم وبالأسماء، ومنا ننقل أجوبة I observe and deduce كمان على دفتر الصف
من سطر للدرس بنكتب اي بيج وبننقل الاجوبه، واي انفر هون هي موجوده على الكتاب اون بيج 25 كمان بيكون معنا اياها ستادي باي هيرت. جود لك.